نعم هاجر، استطاع مقاتلي درع الفرات بسط سيطرتهم يوم البارحة على أكثر من 10 قرى، جميع هذه القرى هي في مثلث أخترين ومارع بالإضافة إلى كفرغان. طبعا هذه القرى لها أهمية كونها مطلة أو قريبة جدا من طريق إمداد الثوار من عزاز إلى الراعي، وكان طريق إمدادهم عبارة عن قرية واحدة لا تتجاوز عرضها 5 كيلومترات، أما الآن ففي العمق في هذه المناطق جميعها أصبح لحور والراعي طريق آخر، هو يمر من براغيتا وكفرغان. طبعا أهم القرى التي سيطر عليها يوم البارحة الجيش الحر هي كفرغان وبراغيتا والشيخ ريح والبل وغزل والطقلي وأيضا قرى أخرى. الآن ونحن نكلمكم على الهواء مباشرة تقوم قوات درع الفرات ومقاتلي الجيش الحر بالعمل على قرية تحت إملات وصوران ودابق ودويبق وأيضا بالإضافة إلى كفرة. الآن تم السيطرة بشكل كامل على قرية تحت إملات ويقومون الآن بتأمينها من الغام، وأيضا المقاتلي الجيش الحر داخل قرية كفرة يعملون على تحريرها. طيب كل هذا التقدم وهذه القرى التي سيطر عليها الجيش الحر طبعا هي بهدف دابق وصوران، ما الأهمية لدابق وصوران بالنسبة لتنظيم الدولة وما الإضافة للجيش الحر إذا ما سيطر عليها كلها؟ نعم هاجر، قرية دابق وصوران هي تعد من قلاع قوات تنظيم الدولة المتواجدة في ريف حلب الشمالي، ولبلدة دابق أهمية يعني معنوية بالنسبة للتنظيم الذي حشد مئات بل آلاف المقاتلين على أنها لهذه البلدة يوجد بها ملحمة كبرى. الجيش الحر من قوات درع الفرات خفف من أهمية هذه القرية ويعتبرها هي قرية من تلك القرى التي استطاع تحريرها مؤخرا، إلا أنها هي تعد قلعة بالأنفاق والألغام والسواتر التي جهزها التنظيم للقتال. طبعا جميع القرى التي يدخلها مقاتلو درع الفرات هي مدشمة بشكل كبير وملغمة ويوجد بها أنفاق كبيرة. أيضا تعد بلدة صوران هي من أهم وأكبر البلدات التي تتمركز بها تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي. أما إن تقدم الجيش الحر من صوران ونحو مدينة الباب فستكون معارك قد دخلت مدينة الباب تقريبا والمناطق المحيطة بها إداريا، وستكون معارك تلاحق تنظيم الدولة في ريف حلب الشرقي. أشكرك خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز مباشرة من ريف حلب. سيطرت